شوي ده سهر ده منزل ورست دعاء ده. أم سلمة رضي الله عنها روايته إمام ابن ماجرة ولدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم. رسول صلى الله عليه وسلم جم كلا ده سهر ده منزل السلام وقرزون الدعاء قالوا كي يودا دعاء بينا هلاك يقول ده منزل بعد أذكار من طول بين كليت هل مديك أنا ليه ما قلت من داولي نبينا ولا زكا جي تعلق ده خاص منزل سهر ده وقت سهر منزل بل منزل سهر ده نبيلكي ويا غب داوي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا لازت أنا سؤالكم ده فايدة من علم أو ده باك خوراك أو ده قبول شوي عمل دري خبري ده لانا غفتكي غسلوي خبري. يا لازت أنا سؤالكم ده ديس علم جاغا فايدة مني يعني ديس علم لا ديس علم مال راكا جاغا مال الدنيا وآخرتك فايدة راكي. دويمة دعاء صهيب رضي الله عنه يداري ويتبع من نسائي بسنن كبراكي راولي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ سعر دمانزل بعد شند خزولي بس ذكر بعد. فقلت يا رسول الله ما وتوي إنك تحرك شفتيك بشيء ما كنت تفعل. يا رسول الله تسخ بلي شند بس كلمات بعد خزوي تسو سكوي ما هذا الذي تقول هذا تسو سواي داوي دوما هي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزدا ويما اللهم بك احاول وبك اصاول وبك اقاتل. يا الا زستاب مرستي سرني ولكم يعني كشكر اني سمستاب طاقت او استاب مرستي سر حملكم بدشمن باندي وبك اقاتل او استاب مرستي سر جنگيگ مستاد پار جنگيگ يعني كز دشمن راني سم طاقت بشكر كي استاد طرفني او كز حملكم بدشمن نستاب مرستا او كز جنگيگم دو دشمن سر نو يا الله استاب مرستا. وسوي ده سحر او ما خام منزنه پس ذکر او دا د منزه پس کارو کی اخرنه ذکر دی کتاب کی ذکر شوی ده سحر او ما خام منزنه پس ذکر کلم دی کنه اتیر شوی سو سحر منزه پس ده سحر او ما خام دوانو پس دی نو ده دی ذکر بیا ده سحر او ما خام پس کارو کی ولینه کیدو ها؟ ده غير تعلق وقتونه سردي، ده غير تعلق دمنزونه سردي. عبد الرحمن ابن غنم رضي الله عنه ورسول صلى الله عليه وسلم ده خبر كده روايتي ما محمد راوي ده. من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح. ده دير ناشنا فزيلة ولا او اجر ولا ذكر دي غره دا خب توجه سره ووري ويا ديك وي چاچي دا ذكر وي د سحر او د مقام د منزنه ورستو د منزه د زينه د اوريدون او خپي اړول نه مخ کی وي يعني څنګه چې مونز ختم کو پاکه هيئت ناشته د دې زينه لا بل زيتا نه دې تل او مکه شان ناشته په مکه شان دي او دا ذکر وي اغه ذکر داري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دي وزاحت مخي شويت وزدي توكلي عشر مرات سوبري لسبيري سحر ده منزنا بعد ما خام منزنا بعد باقا زي كم زي كتير مونز كري لسبيري دوي كتب له بكل واحدة عشر حسنات فيو يو جملي سربا ألا دلا لسني كياني وركي يعني ديش يو يو پير وي نسو لس پيري وي كنا أو پا يو پير سرا سوني كياني دي لسني كياني دي ومحيت عنه عشر سيئات أو پا يو پير چي تووي نو لس گناهون دنا وري جيدو نو چي لس پيري وي سو گناهون لارو سل أو سوني كان يتملأ شوي سل ورفع له عشر درجات أو لس درجة بردو تشتي شي بجنتك ده بيو بيرسل شوي
وكانت حرزا من كل مكروه. او ده دي ده لاسبا الله ده سري ساتي ده هر غم او ناخوخ شيزنا چره ده نيخوخ اگه بده تندر اپیخی اکی ده یاد که خواه یعنی کم شه چره ده نيخوخ زمان سنی ده خواه ستا سنی ده خواه چره ورزی ونشی ده شپی ونشی یعنی دیسه شه نیشتی هر مصیبت مصیبت غم درد تکلیف بیماری امتحانونه در طول دو بین رایسی بلا و حرزا من الشیطان الرجیم او دیب ساتلی کی گی در شیطان نه ولم يحل لذنب يدركه الا الشرك سبحان الله او هیس یو گناه لر حلال ندی چی دیت تباکی سوای در شرک نه یعنی که هر قسم گناه کردی اگر بوتا اللہ او بخی اگر گناه دلائی سب دے حلاکی نا سوائی دستنا شرک نا چی راگینا و مستقل توبو بس اگر بوتا اللہ نم آپ کیس وکان من افضل الناس عملا او پا خلقو کی با دا عمل پا لحاظ بہترین انسان دائی الا رجلا يفضله يقول افضل مما قال إلا آغا سڑے با ددنا غوری دا عمل پا اعتبار سر چی ددد دی وینانے خنور وینا کری یعنی نور اذکاریم کری یا دای دی رضیات ویلی یا پا احتمام سرے وی نو دا ذکر کم ٹیم کی دے سحر او ما خام منزن بعد لس پیری گران ندے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد بیده الخیر یحیی و یمیت وهو على كل شيء قدير. هذا طول أجرنا برتميلاويك.